السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في زنجبار. هنا نحن في إحدى المؤسسات التعليمية التي نرى أنه يبذل فيها جهد كبير الحقيقة. سنتعرف على بعض من هذا الجهد، كما سنتعرف في هذه الحلقة على ملامح عن الحياة الثقافية والتعليمية هنا في زنجبار من خلال ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ عبد الله بن حميد البحري، هو الأمين العام لجمعية الاستقامة الإسلامية بتنزانيا فرع زنجبار. حلقاتنا كلها تأتيكم طبعا من زنجبار تحديدا. أستاذ عبد الله أهلا بك. يا أهلا ورحب. يا أهلا وسهلا. الحمد لله. يا أهلا و... كيف حالكم؟ نشكر الله الحمد لله. أولا أنا أحب أن أوجه لك أو من خلالك التحية على هالجهد لكل القائمين به. احنا ملاحظين جهد كبير يعني، ومباني كبيرة، عدد هائل من الطلبة والطالبات ومن مختلف الأعمار. ياريت كذا نتمشى معاك وتعطينا فكرة عن هذا المشروع. أكثر من العمانيين. أعطيك مثال. يعني غير العمانيين. أيوة. عدد المستفيدين أكبر. أكثر أكثر. فمثلا في الكتاتيب عندنا 4000 طالب وطالبة. الكتاتيب المنتشرة في القرى والمدينة، هذه ما قبل المرحلة الدراسية. أيوة، هذه العبارة مدارس تحفيظ القرآن وتدريس اللغة، مبادئ اللغة العربية والتربية الإسلامية. نعم. هذه الكتاتيب تقوم بدور يعني حفاظ المجتمع من الانحراف السلوكي والأخلاقي، وكذلك تغطية النقص الموجود في المدارس الحكومية، فيجمع الطلاب في الكتاتيب للدراسة. إذن في هذه الكتاتيب 4000 طالب، 1200 فقط من العمانيين، معنى ذلك أكثر من ثلثي الطلاب. نعم. ليسوا عمانيين. تمام. فهذا دليل على أننا نسهم فعلا في إثراء الجانب الثقافي في المجتمع الزنجباري. تمام. والملفت للنظر أن الإقبال على مؤسساتنا أكبر من مؤسسات غيرنا. لماذا؟ نوع من التسامح، لا نجبر أحد أن يتخلى عن مبادئه أو ثقافته. نحن ندرس من باب التعليم والتثقيف. نعم. وتبصير
الإنسان. تنوير نعم. المجتمع نعم. قدر نعم. ما تستطيعون. أيوة فعلا. نعم. وباقي الجوانب الأخرى التي تقدمها الجمعية، أن الجمعية لا تحتكر على العمانيين فقط، بل حتى منح دراسية التي تعطى الجمعية للدراسة في عمان، أنت تستطيع أن تبحث في المؤسسات، معهد العلوم الشرعية، معاهد الديوان، أن الطلاب قد يكون طلاب من أوغندا، ليسوا عرب. هذه المنح التي ترشح من قبلكم لتكمل الدراسة الجامعية في عمان. أيوة. فأنتم ترشحون الأجود. نعم، الكفاءات. المهم الكفاءات. هنا المقياس هو الكفاءة، كفاءة الطالب. نعم. سواء قد يكون عماني أو غير عماني. طيب أستاذ عبد الله، اسمح لي بسؤال صريح جدا ومباشر جدا. جمعية الاستقامة مؤسسة كبيرة الحقيقة، ولاحظنا أنه أيضا لها فروع، بل وهناك جمعيات أخرى تأخذ نفس الاسم، وهذا شيء جميل، يعني في النهاية المؤسسات كثيرة. أحكي المنطلق، هل المنطلق فقط ديني أم هو منطلق للتنوير، التثقيف العام، تفتيح العقول للأفضل؟ هل فقط منطلقكم هو منطلق ديني؟ بل سأذهب أبعد، هل منطلقكم مذهبي؟ هل تتبنون فقط من مذهب بعينه، أم أنتم وعاء يتسع لكل هذه الأفكار، لكلها؟ المهم أن يكون مسلما بالكثير يمكن، وسكان زنجبار هم مسلمين أتصور كلهم. نحن نختلف عن الآخرين، نحن نختلف عن الآخرين، بمعنى أي منطلقاتنا أو خطابنا خطاب معتدل متوازن، لا يلتفت إلى المذهبية. هذا أهم، يعني هذا مبدأ نلتزم به، ولا لم يحصل حراك بيننا وبين الإخوان الآخرين الذين يعتنقون مبادئ أخرى، أي حراك حول هذا الشيء. وبالتالي لذلك أقول له هذا هو السبب، سبب إقبال الناس على المؤسسات الاستقامة، لأن لا يجبر أحد على التخلي عما هو عليه. نعم. فالمنطلق ليس منطلق ديني يعني بحت، هو المنطلق الثقافي، علمي، اجتماعي. نحن نغطي كل هذه الجوانب، بمعنى ندرس الطلاب، نخرج الكفاءات، نوظف الكفاءات سواء منا أو من غيرنا، كل الذي هو أي إنسان يعني يقبل علينا نحن لا نرفضه، مع كوننا إباضية لم نجبر أحد أن يتخلى عن مذهبه. والطلاب حتى الصغار يعني يمشون على الذي يريد يحمل هذه الأفكار هو حر، وهذا راجع للتاريخ العمانيين هنا سابقا، هم الذين حكموا البلاد ولم يجبر، كان لديهم تسامح ولم يجبر أحد أن يتخلى عن مذهبه. اليوم هل توجد صحيفة؟ هل يوجد أي بقايا، أي امتداد لتلك الحالة الثقافية التي كانت موجودة قبل 64؟ أما أن الأحداث لم تبقي شيئا وبالتالي احتجتم أن تبدأوا من جديد؟ فعلا المأساة في 64 مأساة، هو التاريخ، نحكي التاريخ، نحكي الواقع، الواقع دون يعني الدخول في من المخطئ ومن المصيب. ألا هذا ما وقته؟ أيوة. عدينا. أيه نعم. نعم. المهم هذا، نحن نعيش نحكي الواقع. مأساة 64 أتت على كل أخضر ويابس، ولم تبقي من الأثر الثقافي شيء. كان الهدف من المستعمر إزالة الثقافة العربية الإسلامية في شرق أفريقيا، وهذه ما تشير البحوث كثيرة. قبل هذا، قبل الانقلاب، بل قبل ذلك في 1911 ظهرت أول صحيفة، صحيفة النجاح للعلامة الشيخ أبو مسلم البهلاني. ثم كان هناك في تزامن مع صحيفة أخرى، صحيفة الفلق، وصحيفة النهضة، وصحيفة الأمة، وصحيفة المعرفة، كثيرة، وصحيفة النادي. نعم. كل هذه الصحف يديرها يعني عقول قوية، وتناقش قضايا محورية سياسية اقتصادية واجتماعية. ف
المستعمر رأى أن هناك أراد إزالة هذه إزالة يعني الهوية العربية في المنطقة بإزالة أول شيء بإزالة العقول. تحكي عن بالتالي المستعمر الإنجليزي؟ أيوة فعلا المستعمر الإنجليزي. وهذه يعني كما يحكى من 1905 بدأت مراحل تمهيد ل 64. 1905 كان هناك مخططات للتمهيد، ولكن صار اليوم 64 هو اليوم الموعود. كان الهدف من الثورة إزالة العقول، والذين يعني والذين تولوا زمام الأمور لم يكن الناس مثقفين، ومن ثم يعني هؤلاء الناس ذهبوا مع الثورة، بعضهم قتلوا، بعضهم رجعوا إلى وطن الأم، بعضهم انتشروا إلى مدن أخرى، واستفادت تلك الدول التي استقبلت العقول العمانية الزنجبارية بالمواهب التي كانوا يمتلكون، الكفاءات الموجودة يعني الكفاءات هذه العقول. لم تكن هناك حركة، الحكومة منعا باتا تدريس مثلا الصحافة، تدريس اللغة العربية، حتى يعني تكون لا يوجد شيء اسمه عربي إسلامي، بل حتى المصاحف أحرقت، يعني أي شيء مكتوب بحرف عربي كان ممنوع، وألغت مادة اللغة العربية والترجمة الإسلامية. الجمعية بل من خلال نحن تجمع العمانيين قبل تأسيس الجمعية رأت هناك حاجة إلى تجميع الناس وتعليمهم، تجميع الشباب في مساجد. وقتنا انتهى للأسف، الحديث بدأ يصير أجمل وأجمل معك، لكن فعلا صرنا في آخر الوقت. أتوجه لك بجزيل الشكر أستاذ عبد الله بن حميد البحري، الأمين العام لجمعية الاستقامة الإسلامية التنزانية فرع زنجبار. يعطيكم ألف صحة وعافية، موفقين دائما. الله يبارك فيكم. ونحن نشكر إعلام عماني وخاصة الفريق الذي قام بهذا العمل وهذا الجهد التنويري والتثقيف للآخرين بجهود لإخوانهم العمانيين في هذا البلد. واجب. الله يبارك فيكم. شكرا لك. شكرا جزيلا. أحسنت.